من عمر 7 سنوات حمل الريش وبلش يرسم افكار وامور يمكن بفكر فيها لبعيد، وصولا لهلا محمد عم بيقدم لنا معرض سوريالي عم بيجسد في بيروت من خلال امراه. رح يخبرنا اكثر عن هالمعرض. اهلا وسهلا فيك محمد، كيف اهلا حالك؟ وسهلا فيك، رسام، صباح الخير الاول. يعني اول شيء بننبسط هيك بس نشوف شاب مثلك هيك كله حيويه ونشاط وديناميكيه وعم بخبرنا بحماس عن الرسم. بصير بدنا نحسب منك بعد شوي، يعني اذا عم تخبرني برا هيك كيف محمس وعن الرسم وعن معرضك عن جد شو حلو. اول شيء خلينا نقول لمشاهدينا انه هالمعرض هيدا بتمهيد والربح من السفاره الفرنسيه. خبرنا اول شيء عن الفكره، كيف تزبطت، كيف صار الاتصال بالسفاره الفرنسيه وصولا لهالمعرض هيدا؟ مزبوط، هي بالمبدا انا بلش البروجي يعني تخرطش كالعاده. هي اجمالا كان كل يوم عم بوصل على البيت من تعب بيروت، من قرف بيروت، من الهم تبعوا بيروت. بوصل اخر النهار سيلف اكسبرشن، بعبر كل مره جسدت بيروت بمره بمره انا كيف حسيتها، مره عم تتعذب، مره مشوقه. بلش هيك البروجي. بالغلط رفيقتي بعثت لي بروجي انه جين يونيك اللي هن الانستيتيو. قدمت حبوا البروجي ان اي جوت فاندد للبروجي، وكان شيء كثير حلو يعني لالي. بلشنا فيه للبروجي وتطور شوي شوي. كيف كان التعاطي مع السفاره الفرنسيه؟ كان في صعوبه؟ ليه برايك اختاروك انت؟ كنت حاسس انه فعلا السفاره الفرنسيه بس تشوف البروجي تبعي رح تختارني انا؟ هيك ما بعرف، بدك تساليهم بس انه المفروض في جوري بالاخير. ايه وبينقوا على حسب بيقيموا هن الجماعه، هن اللي بيقيموا اذا whether it's good or not بالاخير. بحس بيقيموا على انه كيف هالبلد، كيف العالم والارتست بلبنان عن جد عم تتعذب لحتى توصل. بعتقد هذا شيء كثير منيح يعني، وفهمني وبشيد غيري كمان اللي عم بيساعده. من عمر 7 سنين لليوم محمد، خلينا نقول شو تغير بمحمد الرسام؟ هل صار يعرف هو شو بده اكثر؟ هل لوحته صارت تطلع ناضجه اكثر؟ ولا انت ماشي بسلسله متزامنه ومترابطه مع كل الاحداث؟ ما في قصه نضوج او مش نضوج، في قصه انه هذه افكارك عم ترسمها من الطفوله لهلا. بتعرف انت كل يوم بنهارك في مليون شغله بتتغير. سو اكيد اكيد كل يوم في شيء عم يتغير، وكل نهار انت عم تكبري فيه. انا يعني بالنسبه لي رسمي عم يكبر معي يعني، وعم شوف كيف انا يعني عم يمشي معي، كيف انا عم يمشي عم يمشي معي. وعم لا عم شوف يعني من ضربه القلم بتحس انه لا عم تختلف يوم عن يوم، يعني عم بتصير اكثر دقيقه بالشغله. رسم السوريالي في كتار بيقولوا لك طيب نحن ما بنفهم شو الرسم السوريالي، ما ورائي سوريالي، ما بنفهمه، خرطش، في كتير هيك بيقولوا. كيف بتدافع عن فكرتك؟ كيف بتقدر توصل فكرتك؟ لانه اللي فعلا بيعرف شو معنى الرسم السوريالي بيتعلق فيه وبيصير يحبه وما بيعود في عيش باليه هالقد. فيا ريت تعطي هيك فكره لمشاهدينا الكرام عن هالرسم يلي هو فن قائم بذاته. شو بدي خبرك؟ يعني اذا كل النهار بدك تضلك عم تركضي ورا مشاكلك وعم تركضي ورا هالعيش لنقول كيف الواقع، هذا الواقع الصعب اللي عم نعيشه عم نهلك فيه، فانا بالطريقه تاعيتي عم جرب اهرب منه. فاللي اذا بدي اقول لهم للعالم بيفهموه جربوا، انا هي بطريقتي عم خليهم يهربوا. بركي بيهربوا معي شوي يعني، بيطلعوا شوي من الجو اللي عم نعيشه. حلو حلو. نحن صور حضرون المخرج جوزيف ازرق، رح هيك نلقي تنصر عليهم بتخبرنا اكثر عن كل لوحه وكل صوره يا محمد شو عملت لك. وطبعا هلا من بعد بنشوف هلا. هيدا الانفيتيشن كارد تاعو المعرض. المعرض ببلش بثلاث شهر من بعد بكره يعني. على الساعه 7 الاوبن ريسبشن، هو 10 ايام. وين رح يكون المعرض؟ باكزورد بالاشرفيه. نعم. هول سامبلز عن اللوحات اللي حين عرضوا. بنبلش باول لوحه، خبرنا عنها شوي. هيدي بيروت، هون بتشوف بيروت كيف تعبانه هلكانه، وحتى جربت احط الصور يعني اعرض الصور، نزلهم على الطريق، نزلهم على الشارع لحتى، لانه بالاخير انا عم برسم لبيروت، خليها تشوف الشغل تاعولي لبيروت ولاهل بيروت. مظبوط اكيد. هون ما يعني واضحه الفكره. ما في مي بالخبريه. هون يعني كلهم هول كل مثلا هيدي الصوره بتعبر انه
كيف انه اشارات السير، يعني كل هول المشاكل بس عم توصل بمشاكل نفسيه، عم تنصب بمشاكل نفسيه، من مشاكل السير، من المي للكهرباء الى اخره، من الطرقات، من الحفريات. انا عم جرب اعبرها بطريقه انه البنت هيدي اللي بيروت المجسده فيها عم تتعذب، يعني عم بتشوفي كيف الجسم عم يتقطش من محله، عم شوي هيك مش طبيعي يعني شكله. يعني وكأنك أنت عم تضوي على كل مشكلة برسمة. مظبوط، كل مشكلة موجودة ببيروت برسمة. مظبوط، بس أحاسيس يعني كل أحاسيس. نعم، هون كمان عم نشوف بتحس في صعوبة إنه بعض الأشخاص يفهموا هيدي لغة الجسد، يعني لما بيشوفوا مثلا مثل ما سبق وشفنا هيك جسد إذا بدك قطع عم بيطلع من حاله، في صعوبة إنه مين ما كان يقدر يفهم هيدا الشيء اللي أنت بدك توصله محمد؟ ما بعتقد حيكون في صعوبة، لأنه هيدا الشيء عم نحسه كل يوم، عم يعني بس نحن عم نخبي على خانة، عم جرب نخبي على خانة، عم نمرق بمشاكل، يعني كلنا بنعرف كل يوم من عجقة إلى يعني ما بيخلص المشاكل، يعني إلا ما يرجع يعمل الواحد لينك بينه وبين الصورة، يعني في يعني هيدا الشيء اللي بده يعبره مش عم يقدر يعبره، بس من جوا في شيء مكبوت، فانا جربت بس هيك قد ما في اعبر له عنه لهيدا الشعور. خبرني عن لحظة انتقائك، حلوة لحظة النجاح. زي الفرحة بنجاحه، عن جد حلوة كثير، يعني قد ما الواحد عمل بحياته لحظة النجاح، لحظة انه بس يكون مقدم على شيء ويختاروه، هيدي اللحظة لا تنتسى، يعني لو صار عمره الواحد 75 80 90 ما بينسيها. هيدي اللحظة اللي عرفت فيها انه انت انتقتك السفارة الفرنسية. خبرني شوي عن شعورك، شو حسيت؟ حسيت انه اللي عم تشتغله ما راح ديعان؟ حسيت انه هيدا الشيء اللي انت عم تسعى له؟ علما انه بهالعمر 25 سنة يعني مش هين محمد. يعني شو بدك تحسي غير انك مبسوطة؟ بتحسي انه في امل، انه بعد في امل، بعد في حدا عم يعطينا امل للرسامين بلبنان، عم بقلنا انه ايه ما تفلوا بقى من البلاد، اعملوا شيء لهالبلد، اعملوا شيء لهالبلد ولبرا، ارجوا حالكم. بالاخير يعني بتعرفي الرسام حالته ما حتكون كثير، يعني يعني بتعرفي ما فهي هي، يعني شو غير بدي اقول لك انه بصيص امل انه نضلنا بهالبلد. هل ممكن تتفرغ مستقبليا للرسم بس؟ يعني الرسام هو فنان صحيح، وبده يكون مرتاح نفسيا، وبده يكون هيدا طريق، يمكن ما يكون مرتاح نفسيا، يمكن مثل ما قلت لي انت بتوصل معصب بترسم صحيح، بس انه تاني بده يكون مقدر ماديا شوي. بتفكر مستقبلا انه تقتني الرسم كمهنه ولو كان في بعض الـ الامور الماديه اللي دائما بنحكي فيها مزم. بالنسبه لكل الفنون مش بس فن الرسم، يعني بده يكون في وارد مادي ليعيش الانسان صحيح صحيح. بتفكر بهول الامور ولا بعد هلا؟ هلا بهيك البلاد ما بعرف شو بدي اعمل بكره، يعني اذا بس انه لا بالمبدا انا براسي انه هذا الشيء بدي كمله، حابب كمله، لو يعني قد ما بضلهم بيكسروا فيكي وبهذا، يعني حابب ضلوا هذا الشيء شغلتي انا عم بعمله. لوحاتك عديده متعدده، في عندك لوحه هيك بتعني لك اكثر من غيرها او عطيت وقت لهالمطبعه اكثر من غيرها؟ هلا بهذا المعرض، بهذا المعرض هو مقسم البروجي لثلاث مراحل، من 75 لهلا رح تبين انه كيف بلشت عبر الورق، بعدين رح نرجيها بطريقه فوتو مع رسم، يعني هيدا الان بتوين، اند ذن هلا بوقتنا الحالي كيف عم نعيش، بس رح نشوفها بالوان، يعني ما فينا اعلق لك على صوره وحده، انا بحكي عنه ككل لانه هو بالاخير يعني معرض متكامل، وفيني يعني ما اعطي حدا يعني حقه ولا كل صوره بصورتها يعني. محمد، في البعض يعني من خلال تعليقاتهم على بعض اللوحات، لما بقرا لما بتابع بحس انه دائما بياخذوا فكره انه عن الفن السوريالي، انه حتى الالوان لازم تكون داكنه بعض الشيء، انه على اساس انه هيدا الفن ما ورائي شوي هيك سوريالي، يعني انا شفتك انه عم تستعمل الوان هيك بالعكس كلها حياه وحلوه، مثل ما شفنا الابيض وشفنا كمان في اورانج، يعني هون اللون قد ايه بيلعب دور، وكيف تنتقي لون بتفضله على لون اخر من خلال لوحه ومن خلال توصيلك للفكره؟ يعني هلا انت عم تحكي عن بيروت كامراه معذبه، مزبوط. انا توقعت شوف الوان داكنه، بالعكس شفت بصورك الوان فاتحه. صحيح، هيدا بارت صغير من الاكزيبيشن، فما بدنا يعني نخلي العالم تجي بالاخير. في عندك هن اللي قبل اللي هن فيهم مقسم لثلاث ايتاب، في من هو في يعني عندك هول بالاخير اللي عم نحكي هلا نحن بالقرن الالفين، عم نحكي انه بنشوف فيها الوان، فيها الخبريه الوان، بس عندك قبل بالمرحله اللي بالنص التسعينات
هي جاية بالنص، جاية يعني تقريبا بلاك اند وايت، اند ذن قبل تكون كثير فينتج الخبرية اللي هي فترة السبعينات. فرح تكون مؤخرا، بس أنا أعطيتها حقها بال 2000 وطلوع، إنه كيف نحن جيلنا أنا عم كيف جيلي عم بعبر فيها، فلازم يكون فيها ألوان بالأخير. ورا آيباد إلى آخره، سو يعني في تكنولوجيا والخبرية. من مين بتاخذ النصيحة؟ ولمين بتسمع؟ مين بينصحك؟ مين هيك بيجي بوشوش لك بدينتك يا محمد انتبه لازم تعمل هيك لازم تعمل هيك؟ مين هيك بتحسه انه عن جد بيعطيك النصيحة المناسبة بالوقت المناسب؟ بالنسبة للرسم عم نحكي، بالنسبة للرسم ايه عم نحكي لا حتى ما اكذب عليك، بعد ما في حدا؟ لا ما اوف ليك شو عنده ثقة بالنفس، يعني انت بتقرر انت بترسم وانت بتخطط وانت بتربح من السفارة الفرنسية وانت بتعمل معارض. مين قدك يا محمد؟ طيب هالمرة تخبرنا عنه أكثر شوي، بترجع من عيد لمشاهدينا كم يوم ووين ومن أي ساعة لأي ساعة، وهل الدعوة هي للجميع ولا مخصصة؟ نعم، فهو المعرض هو بيروت تايم without consequences اللي هو رح يبلش من 3 الشهر ل 13 الشهر يعني من بعد بكرة، open reception على 7 بإكزود أشرفية. المعرض رح يضلوا 10 ايام على الاقل، مش حيطول اكثر، بس ان شاء الله يجوا العالم ويتفرجوا ويحبوا، يحبوا الشغل شوي غريب، يعني ما حيكون مثل التراديشنال بينتينج، ان شاء الله يعني يلاقي اعجاب. يعني نحن بنتمنى لك كل الخير يا محمد، فعلا اذا بعمر ال 25 عم تعمل هيك بفن الرسم، لكن بس كمان بعد شوي لقدام شو ممكن تعمل. نحن بدنا نهنيك، لوحاتك كثير حلوين، وان شاء الله تكونوا كثير مشاهدينا وتلاقوا لمحمد رفاعي على هالمعرض الحلو والواسع. ميرسي لك، ميرسي لحضورك، اهلا وسهلا فيك. نحن هلا بريك بنرجع بناخذ تقرير، مش حناخذ بريك، عم بقول المخرج رح ننتقل مباشره الى تقرير عن مطبعه